يسعد لي مساكم وين ما كنتوا، ويا هلا وغلا فيكم في حلقة جديدة من عربود نبدأها مع أبرز العناوين. كيرستن دانست تتعرض للنقد، إيش السبب وراء خروج إيناس الدغيدي إلهام شاهين من السباق الرمضاني؟ أحمد عز وأزمة تسويق مسلسله الجديد والسبب زينة. وكمان اليوم راح نتابع في عربود يبدو أن بعض المسلسلات لن تصل إلى السباق الرمضاني لأسباب عديدة، فإيش هي هذه المسلسلات؟ حنتعرف عليها سوا. توقف تصوير عدد من المسلسلات التي شرع صناعها في تصويرها منذ أسابيع للحاق بالعرض في شهر رمضان القادم، ومنها مسلسل خيانة عصرية بطولة داليا البحيري الذي توقف تصويره بسبب مشاكل إنتاجية أهمها تقاضي بعض الممثلين الدفعات الأولى، وآخرين لم يتقاضوا أي مبلغ فأوقفوا التصوير لحين حصولهم على الدفعات الأولى المتفق عليها وهددوا بالانسحاب من العمل. يواجه مسلسل أنا وبابا وماما الذي يلعب بطولته أشرف عبد الباقي ونشوى مصطفى شبح التوقف، حيث أن منتجه هو نفس منتج مسلسل خيانة عصرية الذي اعتمد على تسويقهما للفضائيات ليحصل على تمويل منها في حالة نجاحه في بيعها، وهو ما لم يحدث حتى الآن. توقف تصوير مسلسل الصندوق الأسود الذي يلعب بطولته رانيا يوسف وتامر هجرس بعد 3 أسابيع من تصويره لانفصال بعض المنتجين الذين تولوا مهمة تنفيذه عن بعضهم. كشفت الفنانة السورية تولين البكري في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها نجت من الموت بأعجوبة، وهي ليست للمرة الأولى اللي تنجو فيها تولين من الموت، حيث تعرضت سيارتها في أول أيام عيد الأضحى العام الماضي إلى قصف القذيفة خرجت منها سليمة، وهذا ما تكرر معها الآن لكنها في صحة جيدة، وإحنا بدورنا نقول لها الحمد لله على السلامة. أصيبت الفنانة مي سليم في قدمها أثناء تصوير أحد المشاهد أمام الفنان محمود عبد العزيز في مسلسل جبل حلال، لكنها وصلت التصوير معتمدة على المسكنات. تسيطر على الفنانة هند صبري حالة من الغضب بعد معرفتها بأن زميلتها الفنانة ياسمين عبد العزيز تقدم نفس قصة مسلسلها عايزة أتجوز في فيلمها الجديد مطلوب عريس، حيث تجسد ياسمين دور فتاة تبحث عن عريس طوال أحداث الفيلم حتى تلتقي به في النهاية. اختارت اللجنة المنظمة لمبادرة عطايا الإنسانية الإماراتية الفنان حسين الجسمي ليكون سفير للمبادرة واللي تهدف للإفراج عن المسجونين المديونين، وقال المنظمون أن الجسمي راح يساهم بتعريف المجتمع المحلي والخارجي بالمبادرة ورسالتها الإنسانية والاجتماعية. وعبر الجسمي بدوري عن أمله بالنجاح في هذا العمل الإنساني، مشيرا إلى أن العمل الخيري يأخذ جزءا كبير من نشاطه اليومي. كيرستن دانست تتعرض للنقد بعد أن دعت النساء للبقاء في المنزل لرعاية الأطفال. بدأت كيرستن دانست بحرب المدونات بعد إبدائها لآرائها المتعلقة بأدوار الجنسين في مقابلة أخيرة. ممثلة سبايدر مان عبرت مؤخراً أنها تشعر أن هناك استخفافاً بالإناث، وهذا كلام معقول، ولكن كيرستن تمسكت بتصريحها بطريقة مختلفة عما قد تتوقعون. اتضح أنها تشعر بأنه لا يجب أن تحصل النساء على وظائف وأن تجني المال، بل بالمقابل يفضل أن تبقى في المنزل ترعى أطفالها وتقوم بدور الأم وتطبخ، فهذا أمر ذو قيمة. كما قالت إن الرجل أحياناً يحتاج أن يكون رجلاً وأن تكون المرأة امرأة، فهكذا تنجح العلاقات. بطبيعة الحال أزعج الأمر المطالبات بالمساواة حول العالم، وأحد المنتقدين الغاضبين قال إن دانست لم تتقاضى مبلغاً لكتابة النظريات حول الجنسين، فلن يتفاجأ أحد إن كانت غبية بهذا الموضوع. To make every moment and every scene, every interaction as strong as it can be. حياكم الله من جديد. خرج مسلسل اضطراب عاطفي واللي تلعب دور بطولته الفنانة إلهام شاهين من السباق الرمضاني المقبل.
حيث أعلنت مخرجة العمل إناس الدغيدي أنها كانت السبب في التأجيل لأن عرصنا الوقت لم يكن في صالحهم، كما أنها ترفض تصوير العمل قبل اكتمال كتابة حلقاته، بالإضافة إلى ارتباط أبطال العمل بأعمال أخرى مما يعني تضارب مواعيد التصوير. انتهى الفنان تامر حسني من تسجيل أولى أغنيات ألبومه الجديد، كما يضع اللمسات النهائية على الأغنية الثانية واللي راح يسجلها بعد عودته من المغرب الأسبوع القادم. اعتذرت الفنانة مي نور الشريف عن الأعمال الفنية اللي رشحت لها مؤخراً بسبب انشغالها بحالة والدها الفنان نور الشريف الصحية، لكنها راح ترجع إلى العمل بعد الاطمئنان عليه. إيش هو الفيلم اللي انسحب منها الممثل دانيال كريغ؟ جيمس بوند بنفسه أي دانيال كريغ قام بتأجيل إنتاج The Whole Truth قبل أيام على بدء تصوير الفيلم الدرامي. انسحب كريغ من المشروع نتيجة لذلك، تأجلت كل أمور الإنتاج 3 أسابيع، وذلك كي يتسنى للمنفذين أن يسووا الأمر ويجدوا بديلاً. رغم أن إيجاد بديل لصاحب الدور الرئيسي خلال 3 أسابيع هو أمر شبه مستحيل، لابد أن هناك طوابير تنتظر وتتوسل لتحل مكان كريغ. الفيلم الذي كان مقرراً أن يصدر عام 2015 قد تمثل فيه روني زلوجر التي لم تمثل في فيلم منذ عام 2010، ولكن يبدو أنها ستسجل عودة. لم يعرف سبب انسحاب دانيال حتى الآن، ولكن دوره الجديد كـ 007 مقرر أن يبدأ تصوير هذه السنة. والفيلم الذي سيخرجه سام مانديز تم تحديد موعد إصداره في 23 من أكتوبر 2015. عام 2013 تحولت شخصية الدكتور هانيبال ليكتر واللي برزت في فيلم The Silence of the Lambs إلى سلسلة تلفزيونية ناجحة. فإيش يقول كل من الممثلين هيو دامسي وماس ميكلسون عن تجربتهما في هذه السلسلة؟ Thinking that Will may be convicted of 5 murders, while I only may be convicted of 1. Well, you're not on trial. I will be. عام 2013 تعرف عشاق المسلسلات على مسلسل جديد يرتكز على شخصية يعرفها الجميع من الأفلام هانيبال. تلقى البرنامج انتقادات إيجابية، ويعود ذلك إلى الأداء الرائع الذي يقدمه الممثلون بالإضافة إلى المؤثرات البصرية. سينطلق الموسم الثاني، لذا فلنسترجع قليلا أحداث الموسم الأول. So over the course of the first season, Will is pushed closer to and pretty much over the edge of madness, I suppose, with Hannibal encouraging him to believe that he's capable of murder. And we leave Will in jail for a series of murders. But having just come to the realization that he has been fully framed by Hannibal. The thing is, the tables are turned now, and we have to ask ourselves, is Hannibal aware what kind of game Will is playing now? And I won't relieve that either, but I can say that it is interesting what's happening. There will be scenes where we have no idea who's playing who, and that's the whole idea. You're not my friend. The light from a friendship won't reach us for a million years. That's how far away from friendship we are. The first season is we're skating on thin ice in the sense that we're all searching, right? And we're crossing our fingers that some people out there would like it. And now we have a good hunch what we're doing in the second season. And it is mildly put, I would say it's explosive, the second season. A lot of the characters and a lot of the characters that people hopefully have grown to love are in situations that we would rather not see them in this season. What if I could remember how this was done to me? What if you could remember how you did it? Believe Hannibal. قام براين فولر بتطوير أحداث هانيبال، وكان قادراً على جعل أبشع الأمور تبدو جميلة جداً. ماذا يخبئ لنا إذن الموسم الثاني؟ Still amazes me when I read a new script what comes out of Brian, and I can't tell you what's going to happen, but there are some quite disturbing episodes where, including animals. Let's put it that way. And it's always, as usual with Ryan, it's morbid, but it's extremely beautiful as well. However,
you know, ambitious we all are for the show, there's somebody else who's out there who's even more determined, even more perfectionist, to make every moment and every scene, every interaction as strong as it can be. فاصل راجعين. وين المشكلة؟ هلا بتروح على بلاد عربية كتير تلاقي من كل الجاليات العربية، خاصة نحن نحكي لغة واحدة. حياكم الله من جديد، لقاء خاص مع الممثل السوري عبد المنعم عميري، واللي راح يكون صاحب حصة وافرة في شهر رمضان المقبل على مائدة الدراما. التفاصيل في هذا التقرير. رفيقنا بدك تعرف موضوع الرجولة عندي قديش مهم، إذا بتريد يعني عم بسهر معه كل يوم دقته عنده هي أنا ألهي و... رح تطول لي بالك القصة كلها شغلتها بسيطة سخيفة. في مجموعة أعمال إن شاء الله السنة، بعد غياب السنة الماضية غبت أنا ما كان في شيء موفق فيه، السنة عندي مسلسل اسمه خواتم من بطولتي وإن شاء الله على رمضان رح يشوفوه الناس، عندي مسلسل اسمه الغربال شامي إخراج ناجي طعمة وبمشاركة نجوم الدراما السورية منى واصف، بسام كوسا، أمل عرفة ومجموعة كبيرة، وبقعة ضوء 10، ومسلسل اسمه لو إخراج سامر برقاوي، هو لبناني سوري مصري مشترك. يقبرني اللي خلقك، يا هيك الرفقة يا بنا، دخيل روحك أنا. طب أنا إذا ما خدمت رفيق مين بدي أخده؟ إذا كان في ضرورة درامية، في مبررات درامية لوجود شخصيات عربية مع بعضها، وين المشكلة؟ هلا بتروح على بلاد عربية كتير بتلاقي من كل الجاليات العربية، وخاصة نحن نحكي لغة واحدة، إذا الدور مكتوب إنه هذا اللبناني بيحب واحدة سورية ولا السورية بتحب واحد مصري ولا مكتوبة بشكل مركب ومفبرك ما بيطلع شيء يعني مهم وبيوقع، أما إذا كان مدروس المادة النصية والنص هو الأساس، وين المشكلة؟ أنا بحس إنه لا، في أعمال ممكن تنجح. أنا موجود، أنا ما تركت يعني حتى هذا يعني، بس أنا بروح وبرجع يعني بروح وبرجع، قعدت فترة بدبي عم صور بالشام، صور ببيروت، يعني هاي حياة الممثل، هاي مهنة مثل أي مهنة أخرى. إذا بدك توقفي مهنة فن التمثيل أو مهنة التمثيل وتوقفي مهن أخرى، الممثل مثل الطبيب مثل المهندس مثل المحامي، هاي مهنة بدها تعيش، أنت بتحكي بتقاربي شيء من الواقع، شيء من اللي عم تعيشيه، بالتأكيد بيكون في تأثير، الظرف العام بيأثر، بس بنفس الوقت الناس عم تشتغل والناس عم تعيش وبدها تستمر الحياة. إيش هو الفيلم اللي يحتل المرتبة الأولى على شباك التذاكر في الإمارات؟ Who's looking forward to going fishing? Seriously, Dad? Who goes? المرتبة العاشرة شهدت دخول فيلم The Barons، حيث شاهده 2090 شخص. It's just a myth, Danny boy. Just pretend. The legend goes that the devil himself lives in these woods. Wait. Really there, guys? Do you even know where you're going? It was just here. What was here? I look at the checkout girl or my family, and I just know what they will look like dead. I'm gonna go home today. I thought that we were gonna wait another month. دخل فيلم إيفنت 15 في المرتبة التاسعة مع 2809 مشاهدين. Yeah, no, I'm coming for sure. Is she coming straight home after school? I'm excited too. You okay?
speaking to? Lieutenant Blau, ma'am. What happened? A series of explosions have hit Washington, D.C. The radiation cloud is heading right this way. Stay where you are. A rescue squad will come and get you. How long is this going to take, for Christ's sake? I don't have that information right now. She knows more than she's telling us. You need to get out of here too, right? Yes, ma'am. I'm in prison. Where did I get 12 years for? I kept my mouth shut. I could have lied. Not Don Hemingway. Don Hemingway is free! Mr. Fontaine. You run, Don. I need a gun to hold up a place. Or threaten someone. دخل أيضا فيلم دون هيمينغوي مباشرة في المرتبة الثامنة مع 4102 مشاهد. Dom, can you wake up? Are you sleeping? Where is the money? The money. I want the money. Money. That was my money, you took! Dad? You've got to be kidding me. I hate flying. The lines, the crowds, the delays. I always kind of liked it. 6 hours, one seat, nobody can get to you. Ladies and gentlemen, welcome aboard our non-stop service from New York to London. Fly much? All the time, actually. تراجع فيلم نون ستوب إلى المرتبة السابعة بعد أن شاهده 5328 شخص. Someone every 20 minutes unless $150 million is transferred to this account number. We're midway across the Atlantic. I spent 2 years thinking about one moment. He set me up. In our world, you always go back. He just left him there. That's what I can't forgive. تراجع فيلم Need for Speed إلى المرتبة السادسة مع 6266 مشاهد. Boys, we miss you, brother. It's time to celebrate. Call up some females. Do you know any pretty ones? You like your mama? What are you thinking, Toby? This could put him away for life. It's time we make him pay. But first, we're gonna need a fast car. Y'all ready? We're doing this. Ladies? My name is Odd Thomas. Foreigners. I'm not a celebrity, I'm not the child of a celebrity, I've never been married to, abused by, or provided a kidney to a celebrity. But I do lead an unusual life. Knock, knock. Loop me in, odd one. This place looks like some kind of shrine. Did you check the refrigerator for any severed heads? That is Stormy Llewellyn. Stormy and I are destined to be together forever. دخل فيلم أوت توماس مباشرة في المرتبة الخامسة مع 10686 مشاهد. I found a gateway to hell. Get out of there, Audie. Been communing with the dead? It's not about who's dead, sir. It's about who soon might be. You have a secret. You're either a clairvoyant, a psychic, or you got yourself some juice with a higher power. You nervous? Who are you? For your test? No, I was terrified. The only way
our society can survive is for each of you to claim your rightful place. Today, you will take a test that will help you discover who you truly are. تراجع فيلم دايفرجنت إلى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 11200 مشاهد. Your results were inconclusive. This was supposed to tell me what to do. We're supposed to trust the test. The test didn't work on you. Most of the intelligence community doesn't believe he exists. The ones that do call him the Winter Soldier. He's a ghost. You'll never find him. تراجع فيلم كابتن أمريكا The Winter Soldier من المرتبة الأولى إلى الثانية مع 53,538 مشاهد. They joined SHIELD to protect people. Captain, to build a better world, sometimes means tearing the old one down. And that makes enemies. Fast. Strong. Out of metal arm. Well, this year's off to a great start. Ow, ow. دخل فيلم ريو 2 مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 79,812 مشاهد. Yeah! Woohoo! We're going to the Amazon. Emma, what? Next spring comes a journey of discovery. I am an American citizen. Be afraid. Be very afraid. Whoa! Whoa, whoa, buddy. Put the spork down. Let's come together. And a reunion. We're not the only ones. How amazing. That will ruffle some feathers. Who are you? Where did you come from? Hey, back off. Daddy. Daddy? Look at me, I'm a grandpa. Nice to meet you, sir. You will call me Pop Pop. Kids, go easy on old Pop Pop. You can call me sir. From the creators of Ice Age. Come on, let's rock this jungle. It's popping in the Amazon. Pop, 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 pop. You know what pop is backwards? Pop. Yeah! Ooh. Walk it off, buddy. Julio. Keep celebrating. I'll be pooping on your party promptly. It only works when I do it. Okay. Love ya. Rio 2. يطل الفنان أحمد بديرة على جمهوره في رمضان المقبل من خلال ثلاث شخصيات يتنقل من خلالها ما بين الكوميدي والاجتماعي الساخر والشرير، بدءا بالمسلسل الاجتماعي كيد الحموات مع هالة صدقي ومجد زكي، ومسلسل أمراض نساء واللي يرجع من خلاله للأدوار الكوميدية مع مصطفى شعبان، وأخيرا مسلسل الحكة والمؤجل من العام الماضي مع هنا شيحة وفتحي عبد الوهاب. بدأ الفنان رامي جمال التحضير لألبومه الجديد، حيث يعقد جلسات عمل مع بعض الشعراء والملحنين لاختيار أغاني الألبوم، كما يستعد لطرح فيديو كليب فترة مش سهلة واللي صور في دبي مؤخرا. من ناحية أخرى انتهى رامي من وضع اللمسات النهائية على أكثر من لحن لعدد من المطربين من بينهم تامر حسني بعنوان 180 درجة.
يواجه الفنان أحمد عز أزمة كبيرة في تسويق مسلسله الجديد الإكسلنس بسبب أزمته مع الفنانة زينة، خاصة أن المؤشرات الأولية في القضية تشير إلى خسارته، لذلك ترفض أغلب القنوات شراء المسلسل حتى تنتهي أزمته مع زينة. ورغم محاولات الجهة المنتجة تقديم تنازلات في سعر المسلسل، لكن ذلك لم يشفع لتسويقه بشكل سريع، مما يعني تراجع نجومية أحمد عز واللي اعتاد على تسويق عمله قبل بداية تصويرها أو مع الأسابيع الأولى لبداية التصوير. مين من المشاهير يصادف عيد ميلاده اليوم؟ Happy birthday, happy birthday to you. نقول هابي بيرثدي للي ميجرز واللي برز ما بين عام 1978 و1974 من خلال السلسلة التلفزيونية The Six Million Dollar Man، وترشح عن دوره فيها لجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل، ويحتفل اليوم بعيد ميلاده 75. كما نقول هابي بيرثدي للمخرج مايكل مور واللي فاز عام 2003 بجائزة أوسكار كأفضل وثائقي عن بولين فور كولومين، وحصد أيضا السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2004 عن فيلمه الوثائقي فارنهايت 119، ويحتفل اليوم بعيد ميلاده 60. فاصل وراجعين. أكيد مصر هي هو الباب اللي بيحب أي نجم يدقه، أكيد. يا هلا فيكم من جديد. كيرا نايتلي لا تشبه فتاة كوكو مادموزيل. جاستن تيمبرليك يخطط لانتشار ماركة ثياب الخاصة به. ما هي نظرة كيرا نايتلي إلى كوكو مادموزيل؟ إلى أين يظن جاستن تيمبرليك أنه سيصل في مجموعة ملابسه؟ وكريستين ستيوارت تصبغ شعرها بالبرتقالي. شخصية كيرا نايتلي في إعلانات كوكو مادموزيل هي متلاعبة بعض الشيء، أو هكذا تظنها كيرا. تعتبر أنها ليست الفتاة اللطيفة وتحب فكرة أنها تدور حول الأمور لتحصل على مبتغاها. هل كيرا هكذا في حياتها؟ بالطبع لا، وهذا يجعل الدور ممتعاً أكثر. هذه الشخصية هي واحدة من شخصيات مهنة كيرا، وهي حالياً تمثل في جاك راين شادو ريكروت والكوميديا الساحرة لاجز. الآن جاستن تيمبرليك الذي يقوم بمخططات كبيرة، خاصة بماركة الثياب الخاصة به ويليام راست. أسست جاستن هذه الماركة بالاشتراك مع صديقه دريس أيالا عام 2005، وهي الآن تلقى نجاحاً كبيراً في بريطانيا بسبب المجموعات الأخيرة. جاستن يهتم كثيراً بها ويريد أن يسوقها في آسيا وأمريكا اللاتينية، كما في بلدان أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا. أنت لا تفعل شيئاً دون أن تتقنه جاستن، ولطالما تمتعت بسمعة وصفات حسنة، لذا نتوقع أن يلقى مشروعك نجاحاً عظيماً. أخيراً صبغت كريستين ستيوارت شعرها بالبرتقالي الفاتح. هذه طلة لم نكن لنتوقعها من الحسناء السمراء، وهذا صحيح لأنها فعلت ذلك من أجل دور في فيلم أمريكان ألترا، ولكن يبدو أن شعرها يعجبها وقد نشرت صورة لها عبر الإنترنت. يبدو أن الفيلم سيكون جيداً، فجيسي أيزنبرغ يلعب دور صديق كريستين في فيلم الحركة الكوميدي. ولكن ما سبب الشعر البرتقالي؟ عليكم أن تشاهدوه حين يصدر وستعرفون. لقاء خاص أجراه البرنامج مع الممثلة السورية ديما قندلفت، التفاصيل في هذا التقرير. جنن بنتي يا كفاح، عن جد لازم ضلك متمسك فيها. ما رح استغني عنها حتى لو استغنى عن العالم كله. خبرت عن موقف بابا؟ لا، تخيلي. شو تخيلي؟ بقع الضوء بجزء العاشر للمخرج عامر فهد، طوق البنات لمحمد زهير رجب، ويمكن يكون في بعد شيء. شو مين؟ سعيد. ردي. مثل العادة بقع الضوء مجموعة لوحات، وكل ثلاث أربع لوحات بشكلوا حلقة. هاللوحات إننا منوعين، بس يمكن هالجزء العاشر اللي بيميزه انه رح ياخذوا طابع كثير قريب اليوم من الشارع السوري، فحياكل شيء جدا محلي اذا فينا نقول، وكثير مع نبض الشارع. وهو دائما بقدوه عم يكون هيك
anyway يعني هو هي فكرة بقع الضوء يعني، بس هالمرة رح نشوف شوي كم لوحات أكبر له علاقة بشوي اللي عم يصير هلأ. يعني أنا مواطنة سورية مثل كل مواطن سوري، لا أقل ولا أزود. ف ما بخفيكي نحن أكيد منا بأحسن حالاتنا، وأكيد منا بالذروة، بس يعني إن شاء الله تكون بدي أقول يعني إن شاء الله بهالسنة بتقفل وبيقفل معها كل شيء بشع وكل شيء شفناه قبيح فعلاً، وبتقفل مع أحزاننا لأنه نحن صرنا ناس مثقلين ومتعبين من الأحزان. فإن شاء الله بتكون هالسنة هيك بمسكر عليها كل شيء، تحملنا كتير ويمكن خلص بلشت عم تخلص الطاقة. بدي أتفائل بالخير وقول إن شاء الله ما بقى منضطر نتحمل. سوريا بلد ما بيموت وشعبها ما بيموت. الأزمة السورية طبعا أثرت، وهذا اللي عم نمرق فيه أكيد أثر مو بس على الدراما السورية، أثر على كل القطاعات بسوريا، على كل الإنتاج من مختلف أطيافه وأنواعه. بس بدي أقول أنه يبدو أنه كمان الدراما السورية طلعت مقاومة، لأنه رغم كل اللي عم نمرق فيه لسه في إنتاج سوري عم يتصور بسوريا وعم يتصدر العربي وعم ينعرض على كل شاشات العالم العربي. أكيد في فنانين سوريين طبعا صاروا كمان خارج القطر وشاركوا بأعمال، وهالأعمال أكيد لقيت نجاح. فمنقول نحن هيك حاطين بصمتنا وين ما رحنا إن شاء الله. ما بحياتي تمنيت أرجع لباب الحارة من وقت ما انسحبت منه، هذا كان قرار نهائي بلا رجعة، لأنه مبني على أسس ومبادئ أنا مقتنعة فيها، هذا الشيء ما بيغيره. يعني مع رغم كل النجاح اللي عملوا باب الحارة ونحن هذا كمان كنا سعيدين فيه، وأكيد ما بننكر عليه نجاحه وما بننكر علينا نجاحه، لأنه هو نجاح للدراما السورية كمان أكيد. بس لا، انسحابي كان لهلأ بقول كان بمحله، ولهلأ مقتنعة فيه ومش رح أغير رأيي أبداً. بيتقدم دائما لأسباب كتيرة ولأهداف كتيرة وله أنواع كتير. ما بعرف قديش المسلسلات الشامية رح تقنع وما رح تقنع. في مسلسلات شامية انعملت لأنه لها إسقاطات، في مسلسلات شامية انعملت لتذكر الناس بشي حلو، في مسلسلات انعملت ترفيهية بحتة. يكفوا مصاري. أكيد مصر هو الباب يلي بيحب أي نجم يدقه أكيد، وهو الجمهور يلي أكيد الناس كلها بتحب أو كل الفنانين بيحبوا يفوتوا على قلوبهم، على بيوتهم بتلفزيوناتهم وشاشاتهم وعلى سينماهم. بتقول يمكن لليوم ما تقدم لي الشيء يلي أنا بحب أكون فيه لهلأ، بس بعدني بتمنى وبعدني ناطرة أكيد. أنا ماليش بطالة، أنا أصلي كنت داي علشان أختم ورق أولادي، كنت عايز أنقلهم المدرسة بعيدة عن البيت لمدرسة جنب البيت. في أيقونات صاروا بال يعني نحن بعدنا أكيد كل النجوم طبعا الشباب وهيك أكيد منحب أكيد بحب أنه صور معهم وكون واقف لجنبهم، بس عنا أيقونة الدراما المصرية يعني والسينما المصرية عادل إمام أكيد. نايبرز هو عنوان لفيلم كوميدي أدي دور البطولة فيه زاك إيفرن، سيت روجن، ديف فرانكو، فإيش راح يخبرنا كل من هالممثلين عليه في حفل افتتاح الفيلم؟ Hi, it's a fabulous neighborhood. Look, new neighbors. Oh, is that a fraternity? كوميديا نيبرز لسيث روجن عرضت على الشاشة الكبيرة في مهرجان ساوث باي ساوث ويست، ويبدو أن موقع المهرجان هو المكان الأفضل لمشاهدة هكذا نوع من الأفلام. This is one of those movies you need to see with a big crowd that's going to be energized and it's going to be fun. These guys are hysterical. Nick Stoller is like one of the funniest directors out there, and Seth is. I think Seth Rogen has a future in comedy. I think he's a real up and comer. Am I too close? I think they'll like us. We're cool. Yeah.
Wicca, what's up? Hey, homies. Well, tickets, lazy. Yes. مع ممثلين كهؤلاء واضح أن الفيلم مضحك ولكنه ليس فيلما آخر للمراهقين يتحدث عن مقالب الدراء. Sorry, my ball just got in your face. If you're young, you'll like it. If you're old, you'll like it. If you like hot guys like Zac Efron or me, you're going to be in a good place. You're constantly figuring out how to like take the jokes to the next level from what you've seen in like Animal House or Old School or that kind of thing. And that's something that Seth and Evan and Nick and Andrew and Brendan especially, like, they came up with so many funny new things that you haven't seen in a movie with college at the center. Zac Efron is incredibly handsome, and I would often lose concentration when I would be giving him notes. It's one of the most fun experiences I've ever had. It's been my dream to work with Seth since I started acting. You have no idea what you started. Welcome to the darkness, bitches. Frat broke into the car and stole all the airbags. That's so weird. Why would they just break in and steal the airbags? I don't know. We should follow police. Oh. 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 Delta Psi has the upper hand. إنه يحوي مواقف كثيرة وهو بحق فيلم للجميع. Kids will like the frat stuff. Adults will like the baby stuff. Everyone will like the baby stuff. Everybody. The babies are cute. What do you got there, sweetie? Is that a balloon? That's not a balloon. Oh Jesus! بوجود نجوم كثر لابد أن هناك قصص كثيرة حدثت في موقع التصوير. It was extremely fun and all the actors were extra jazzed because it was in LA and they didn't have to go anywhere. Yeah. They could just like wake up in their own home and come on down. But it was it reminded me a lot of Superbad in that everyone was kind of young and stood to like gain a lot from this movie. You got the fraternity and then you got Seth and Rose Byrne who are like more the mature couple. The heroes, they could say. Who's got the young baby and so it's gonna attract the audience that's the young married audience, but also the young party going audience. Yeah. A lot of people I know are having kids and struggling with the fact that they can't really go out and party as much as they would like, and that's really what my story is in the movie, and so yeah, it's just, and it's not something I've really ever seen in a movie. Normally you have like the bickering wife and the husband who's the bumbling fool. In this one, they're both just bumbling fools. They're equally stupid, and it's not like she's this nagging smart wife. She's a complete idiot, and it's about like two morons working together. Just stop doing this stupid stuff! Why are you dressing up like Robert De Niro? Are you talking to me? I get what you're doing. I'm watching you. يبدو مثاليا ولا مجال لأن يفوته أحد ولكن إن فعلتم فأنتم بحاجة إلى سبب آخر بعد. Go see Neighbors, cause Zac Efron is in. Are you ready for a show? إيش هو جديد الدراما التركية؟ حنتعرف على التفاصيل في هذا التقرير. صمم عشاق الممثلة التركية فريال أحمد الشهيرة بدور الجارية فريال في مسلسل حريم السلطان صورة زيتية لها وإهدائها لها على صفحتها الشخصية في فيسبوك، وأصر المعجبون على أن تكون الصورة مطابقة لشكلها في مسلسل حريم السلطان، وبادلت فريال جمهورها بتحية كبيرة ووعدت أن تقدم أدوارا قوية لا تقل عن دورها في مسلسل حريم السلطان. احتفل الممثل التركي كيفان شتاكليتوغ بعيد ميلاد حبيبته على طريقته الخاصة، حيث دعا أصدقائه إلى الحفل وقام بالغناء لها واعترف لها أمام الجميع بأنه يحبها كثيرا. شاهد عدد من الصحفيين الممثل التركي ناجات إسلر أثناء سيره في ممرات المستشفى الأمريكي بناء على طلب الأطباء حتى يتعافى تدريجيا بعد 84 يوما من العلاج المتواصل داخل المستشفى وقضائه 3 أسابيع بالعناية المركزة. يذكر أن نجات أصيب بالتهاب رئوي حاد كاد أن يعصف بحياته، إلا أنه بدأ في التحسن بشكل تدريجي. حلقة اليوم من عرب وود خلصت، تابعوني بكرة في أمان الله.